اير فيلم دراما انتاج 2023، مدة الفيلم ساعتين، لا يصلح لمن اعمارهم اقل من 15 عام، متوفر اونلاين للمشاهدة وعلى برايم فيديو، مستوحى من احداث حقيقية. لا نرى دائما فيلما رياضيا دراميا كوميديا، يريد ان يجعلنا نشعر بالمودة تجاه شركة عملاقة، لكن هذا هو الجانب الفريد من فيلم اير. اقتبس المخرج بن افلك والمؤلف قصة شبه السيرة الذاتية حول كيف يصبح نايكي عملاقة احذية كرة السلة من خلال التركيز على موظفيها بدلا من التحدث باسمهم مايكل جوردن، الامر الذي ينجح جيدا بشكل غير متوقع. خيار عدم اظهار ممثل يلعب دور جوردن. الفرصة امام جميع الشخصيات الرئيسية لهذه القصة شبه الحقيقية حول نايكي بالتألق من دون الحاجة الى التنافس مع عظمة هذا البطل. قصة الفيلم في اطار من الدراما يتبع العمل قصة سوني فاكارو ورحلة سعي بقيادة شركة نايكي للاحذية في سعيها لعقد شراكة مع مايكل جوردن. السيناريو والحوار، يجد السيناريو اهميته في التركيز على الطريقة التي غيرت بها صفقة مايكل جوردن مع نايكي قصص الملكية للرياضيين وحياة الاشخاص الطموحين داخلها، مما يسمح لطاقم متميز من الممثلين معنا بالرسائل الإيجابية المليئة بالأمل وراء فيلم إيه. الإخراج والتصوير والإضاءة، يعطينا مخرج الفيلم بن أفلك معلومات نعرفها بالفعل بأسلوب تقليدي من دون الاهتمام بكثيرا بإعادة الابتكار. قد يكون الفيلم أقل أفلام أفلك جاذبية من الناحية البصرية، خاصة مع بعض اللقطات الرقمية على شاشة خضراء كانت واضحة جدا. لا يبدو المقر الرئيسي شركة نايكي فريدة من نوعه في موقعه خارج المدينة على الإطلاق، كما أن الأجواء العامة لا تبدو أنها في الثمانينات أو بضع أغاني من تلك الحقبة. يركز المخرج على الشخصيات بشكل كبير، لكنه ينسى أحيانا إعطاء اير شخصية حد ذاته. يقع كل شيء على كاهل طاقم الممثلين الذي طلب منهم العثور على مواضيع مؤثرة في مجال اعمال سوق الاحذية الرياضية في NBA. الموسيقى، اختيارات مناسبة للحقبة الزمنية اللي بيدور بها الفيلم. المونتاج، كلاسيكي تقليدي وسلس بدون مشاكل. الممثلين، الفيلم بيجمع ممثلين يجد الافضل في شخصياتهم. قد يكون جوردن هو الشخصية الشهيرة، لكن سوني فاكارو العنيد الذي يلعب دوره مات ديمون هو البطل غير المتوقع. خبير كرة السلة الذي يوظفه الرئيس التنفيذي لشركة نايكي فيل نايت بن أفلك لبناء قسم التخصص لديهم الذي يطمح للتنافس مع هيمنة الشركات الأخرى على الدور الأمريكي للمحترفين NBA. إن السحر الذي يتمتع به ميت ديمون دور أذكى محلل رياضي في غرفة مليئة بخبراء التسويق يساعد قدرته على كسب أي شخصية تقريبا، سواء كان زملائه بالفيلم أو نحن المشاهدين. يمضي سوني كامل الفيلم وهو يراهن على وظيفته ووظائف الموظفين الآخرين وقسم كرة السلة المتعثر في نايكي على فكرته المجنونة المتمثلة بالمراهنة بكل شيء على جوردن. هو دور يتقنه ديمون بتفاؤل محبب وكاريزما بطل رئيسي متميزة. يسلط الفيلم أيضا الضوء على الأداء المتميز للممثلين مثل فيولا ديفيس بدور والدة جوردن المتمرسة بالتفاوض، وجيسون بيتمان وهو مدير التسويق في نايكي المتوتر والملتزم بالقوانين. هؤلاء الممثلين وغيرهم يجعلون اير دراما إنسانية، حيث يكون المال والإعلانات التلفزيونية الموضوع الرئيسي لكنها ليست التركيز. تتر البداية متميز جدا، به نوستولوجيا متميزة. ينجح أفلك بتقديم ما حاول فيلم تترس تقديمه أيضا، حيث إضفاء حياة على فيلم حول مفاوضات توقيع عقد استخدام الكوميديا. الفيلم في نهاية المطاف يقدم قصة ربما سمعتم بها من قبل بالفعل مع نتيجة رائدة. الفيلم يرضي الجماهير مع طاقم ممثلين بارزين. يقدم بن أفلك الذي أخرج الفيلم ويلعب دور البطولة فيه التوازن بين الكوميديا والشرح بأسلوب مفهوم لجميع الجماهير. قد لا يجد عشاق ومتابعي أخبار الأحذية الرياضية أي شيء جديد فيما يتعلق بأحداث صفقة إير جوردن، كما يبدو أن تأثير الفيلم أقل مما توقعه بن أفلك فيما يتعلق بالتصوير السينمائي وأجواء التمرينات الشهيرة. لكن إير يقدم دراسة شخصية ممتازة مشهدا بعد الآخر. الفيلم حكاية سيرة ذاتية ممتعة تمتاز بحرية إبداعية ويركز على أهمية صفقة نايكي مع مايكل جوردن دون السماح لشهرة جوردن بالتغطية على كل شيء آخر. الفيلم يستحق المشاهدة. تقييم للفيلم هو 7/10.